طيب رح نبدأ نحكي عن أخذته في الماشينز ال speed torque curves. speed torque plane, speed torque curve أو speed torque plane. بنرسم عليه speed torque curves. عندي هون N اللي هي speed, rotational speed. خلينا نقول إن RPM. وعندي هون تورك تاو نيوتن متر. رح يكون في عندي عادة تو شافتس، عادة في لود وفي برايم موفر، والبرايم موفر ممكن يكون محرك. يعني هون عندي نسميه برايم موفر، ممكن نسميه الاكتويتر. البرايم موفر هو اللي بده يزودني بالانرجي. فاذا جيت اطلعت على السبيد والتورك تبعته راح يكون مثلا خلينا نفترض انه هاي السبيد تبعته بهذا الاتجاه عماله بلف، وعماله بعطيني تورك بنفس الاتجاه اللي عم بلف فيه. هاي التورك بدك اذا بدكم سميه موتور، سميه تورك ام، يعني كانه محرك عندي. فممكن يكون هذا برايم موفر. هلا برايم موفر ممكن يكون اي شيء، انا بديش احصره بس في محرك. فممكن يكون برايم موفر، ممكن يكون مثلا ديزل انجن او ديزل انترنال كومبشن انجن، ممكن يكون ويند تيرباين، ممكن يكون ووتر ويل او ووتر تيرباين، ممكن يكون انترنال كومبشن انجن الى اخره. ممكن يكون اي واحد من هذول، ممكن يكون الكتريكال موتور. وهذا راح يعطيني باور. السبب انه راح يعطيني باور، راح يزودني بالباور، انه السبيد تبعته بنفس اتجاه التورك اللي هو بعطيني اياه. فالباور راح يكون عباره عن حاصل ضرب، مش هيك؟ الباور اذا بدكم سموها سبلايد بدها تساوي التورك تبعت هذا المحرك. طبعا لازم تكون هاي وحدتها اوميجا حتى تكون الوحدات صحيحة. السرعة تبعتها مش هيك؟ مش لازم تكون اوميجا؟ اوميجا وحدتها راديانس بير سكند، هون وحدتها نيوتن متر، راح تطلع هاي الوحدة في الواتس. مزبوط؟ تكون عندي هذه بهذا الشكل. هذه الباور راح تكون بالحالة هاي راح تكون بوزيتيف. شو يعني بوزيتيف؟ يعني باور از بينج سبلايد. طبعا هي جايه من ميكانيكال باور، فهون عندي ميكانيكال باور عم تعطيني ميكانيكال باور، وعم بزود الميكانيكال باور للجهه الثانيه اللي موجوده هون. مضبوط؟ فهذه عندي هون ميكانيكال باور، وهذه هون راح اكون اشتغل في الكوادرنت الاول. فالكوادرنت الاول سبيد بوزيتيف. انتبهوا على اليونتس، احنا بنحب نحط هاي هون ان بالار بي ام، بس هي حتى تكون صحيحه والوحدات صحيحه لازم تكون وحدتها راديانس بير سكند. هلا على الجهه الثانيه راح يكون عندي كمان شافت، وهذا اللي هو اللود. هلا اللود ممكن يكون ميكانيكال لود مثلا هويست، لكن ممكن هذا اللود يكون جنريتر. نطلع على السبيد والتورك تبعته. هلا السبيد لازم تكون ايش؟ هذا شافت واحد سوليد، فلازم يكون هذا الشافت سوليدلي لينك لهذا الشافت سوليدلي، ما بصيرش نكسر. اذا السرعه اذا كانت هون هيك، ايش لازم تكون السرعه هون؟ نفس الشيء. فلازم تكون السرعه كمان هون بهذا الاتجاه ان، هذا تبعت البرايم موفر مثلا، وهذا اللود. لكن التورك شو بيكون؟ عكس الاتجاه. فهذا التورك تبع اللود. صار هون السبيد لو فرضنا انها بوزيتيف والتورك نيجاتيف، وين بنصير؟ وهذا
هذا هون راح يكون مثلا جنريتر او لود الى اخره. هذا هون برايم موفر مثلا انترنال كومبستشن انجن او الكتريكال موتور. الباور هون راح تكون بوزيتيف. شو يعني بوزيتيف؟ يعني الباور سبلايد فروم ذا برايم موفر لللود. وهون عندي هذا جنريتر، فالباور هون راح تكون نيجاتيف، يعني الباور از بين كونسيومد. لاحظوا هذا السبيد كانت بهذا الاتجاه والتورك بهذا الاتجاه. لو انا عندي، اذا بدكم تفهموا هاي بشكل مختلف، لو انا جيت قلت لك في عندي هون لود كبير وزنه 1000 كيلوغرام، وانت حابب تنزل ال 1000 كيلوغرام هاي مسافه 20 متر، بدك تعملها ديسبيسمنت، بدك تنزله، وهي الديسبيسمنت في جولز على فكره هون، مش هيك؟ مش في جولز بقدر استفيد منها؟ كم جول؟ ام جي اتش، مش هيك؟ 1000 في جي اللي هي 10 في اتش اللي هي 20 متر. هاي الانرجي، هي في بوتنشال انرجي بقدر استفيد منها، مش هيك؟ قديش قيمه هاي راح تصير؟ 10 في 1000 في 10 10000 100000 200000 جول، اللي هي بتساوي 200 كيلو جول. باجي بقول لك قبل ما تنزله وقف، بدي استفيد من الطاقه اللي عندك، شو باجي بعمل؟ باجي بحط هون سلندر. مش بقدر احط سلندر هون؟ او خلينا ننزل السلندر لتحت قاعدته لهون. هاي والسلندر هذا بركب عليه مكان حتى ينضغط فيه فلويد، ارفع البريشر تبعه. وشو عملت هلا؟ صرنا ننزل هذا شوي شوي. هذا الماس الفورس تبعها وين؟ باي اتجاه؟ اللي هي ضاغطه فيه على السلندر لتحت، والديسبيسمنت لتحت. اذا الباور تبعتها بوزيتيف، اذا هي عم تعطيني باور. مين اللي عم باخذ الباور؟ السلندر. السلندر وين الديسبيسمنت تبعته؟ لتحت. وين الفورس تبعته؟ لفوق. اذا الفورس تبعته لفوق والديسبيسمنت تبعته لتحت، اذا الباور تبعته، اذا شو عماله بيعمل؟ عماله بياخذ باور. وين عم تتخزن هاي الباور؟ تخزنت كبريشر هون، مش هيك؟ مش هاي بتصير عندي بي في؟ بي في مش بي البريشر بالفوليوم، مش هاي نوع من الانرجي؟ تخزنت انا الانرجي الموجوده هون. الفكره اللي فيها هون انه هاي كانت بوزيتيف بوزيتيف، هذا اللي نازل كان بوزيتيف بوزيتيف، هذا اللي موجود هون اللي اخذ الانرجي وخزنها، شو هذا كانت؟ بوزيتيف نيجاتيف. فهو بدفشه لما حط، هو حط فورس على هاي الماس من هون، ضغطه، حط فورس ضغطه من هون، تحولت الانرجي، انتقلت الميكانيكال انرجي من هون لهون، كانت بوتنشال انرجي هون، ميكانيكال انرجي صارت هون، تحولت الى بريشر انرجي اذا بدنا نسميها. اوكي؟